الرسامة فاطمة بامطرف تحاول وصف لوحتها الفنية للزوار بما تحمله من معان ورسائل. فاطمة تمتلك موهبة بتجسيد الواقع برسوماتها، وخلال مشاركتها في دورة الرسم للفن الحديث اكتسبت مهارات تساعدها على تنمية موهبتها وتجعل من لوحاتها أكثر إبداعاً وحرفية. الموهبة بدأت من الثانوية العامة، والحمد لله قدرت من خلال دخولي للجامعة وبعد خروجي للجامعة اشتركت في دورات كنت في مصر وكذا، فنفس الشيء طورت من إمكانياتي. الدورة دي أضافت اللي هو الفن الحديث، تعلمنا خلال الفترة اللي نحن تعلمناها أن كان نخلق لوحة فنية بتكون ميكس ما بين البيئة، خامات البيئة مع الرسم، فهمتك، عشان نطلع لوحة تعبر عن الفكرة اللي المنشودة يعني. الرسامة فاطمة كانت ضمن 6 رسامات شاركنا في الفعالية بلوحات عديدة كمعرض ختامي يحوي مخرجات دورة الرسم، إلى جانب مشاركة الكثير من الموهوبين في أركان مختلفة بالفعالية لعرض أعمالهم بشتى المجالات كالخط وصناعة المقتنيات اليدوية. طبعا المشروع هدفه إعادة الحراك، لأنه مدينة غيل باوزير هي أصلا في الأساس معروفة أنها مدينة العلم والثقافة، المسرح كان شاهد على شيء، والمدرسة الوسطى كانت شاهدة، وكل الفنون الموجودة كانت شاهدة، لكن للأسف بحكم الأوضاع اللي الآن نحن نمر فيها يمكن بدأ فيه خمول في مواضيع الثقافة والفن. خرج من غرفهن ليظهر إبداعاتهن الفنية للناس ويرسل رسالة أن نحن موجودين مستعدين نقدم ونشارك الرجل في المجتمع. الفعاليات احتضنها حفل ختامي لمشروع إعادة الحراك الثقافي والفني في مديرية غيل باوزير للتنقيب عن كنوز شابة موهوبة تعيد الألق للمدينة كونها رائدة التنوير والشعر والأدب كما يطلق عليها. مؤشرات عديدة تظهر بأن محافظة حضرموت على موعد مع فتح أبوابها أمام مختلف الفنون، فالحراك الثقافي الذي تعيشه مدينة غيل باوزير يراه مراقبون بأنه مرهون بحالة الاستقرار الذي تعيشه المحافظة في الوقت الحالي. معتز النقيب، يمن شباب، غيل باوزير.